صدقوني ما مليتكم، صدقوني روحي حمام ما تبيتكم، صدقوني وصدقوني ما مليتكم، صدقوني روحي حمام ما تبيتكم، صدقوني زعلانة واصلني حجي ومهموم حاصرني البجي، زعلانة واصلني حجي ومهموم حاصرني البجي، اولها السبب ما جيتكم، صدقوني اولها السبب ما جيتكم، صدقوني عيوني، وضماتكم فرحة عمر ما اظني انتي تبتشوني، اعزاز واغلى من القلوب وفراقكم كل الصعوب، اعزاز واغلى من القلوب وفراقكم كل الصعوب، أو كل لحظة صعبة بدونكم، صدقوني أو كل لحظة صعبة بدونكم، صدقوني من روحي، وشلون بي يا ويا البعيد، وشلون انا ويا جروحي، وتدرون بي يا من احيل ما اخلي شي من روحي، وشلون بي يا ويا البعيد، وشلون انا ويا جروحي، ومهموم حاصرني البجي، اولها السبب ما جيتكم، صدقوني اول يوم انا اشتاقيتكم، مساء الخير وكل عام وانتو بألف خير. واحنا بآخر أيام سنة 2023 قررت أن تكون حلقة خاصة ومختلفة عن كل الحلقات
بداية من قعدتنا والاستوديو، وأيضا راح تكون ضيفتنا ضيفة كلش خاصة. ضيفتي هي ضيفة أبحث عنها من سنوات، نجمة مهمة جدا لمعت بالثمانينات واختفت بالألفينات، فنانة عندها أغاني خالدة، وكنت متأكد أنه بيوم من الأيام راح يجي يوم وأقدر أنه أقنعها أنها تسوي لقاء وأنها ترجع تظهر من جديد. ضيفتي ولأول مرة باللقاءات ولأول مرة بعد غياب طويل جدا، المطربة الكبيرة منى العبد الله. مساء الخير. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أخيرا. أخيرا شوفنا. أنا أول شيء أريد أشكرك وأقول لك شكرا لأن اختاريتي أن تظهرين وياي. حياتي. مو بس بأول لقاء لك، يعني ما مسوية قبله أبدا، وإنما بأول عودة لك. أول عودة. بعد كل هالغياب. شنو الشعور قدام الكاميرا؟ فرحانة والله وسعيدة بيكم وفرحانة جدا، يعني مستانسة معاكم ولقاء حلو. مو بقدنا. والحمد لله أنه شفتكم، تعرفت عليكم الحمد لله. سنوات طويلة أنت بالوسط الفني، بديتيها أنت وطفلة يعني من السبعينات، راح نحكي بالتفاصيل. نعم. لحد اليوم وما طلعتي بولا حوار، فاليوم هذا إنجاز يعني أنه تظهرين بحوار طويل والناس تعرف عنك. تعرفين أن جمهورك عندهم هواية أسئلة، يعني أنه حتى وأنت كنت تغنين أنه هي يعني شلون بدأت، تفاصيل عن حياتك. بس خليني ابدي باول سؤال اللي يمكن كل الناس يسالوه، وينك وليش اختفيتي؟ اختفيت اول شيء ظروف طبعا، واحنا هم مرينا بظروف يعني صعبه، وكان عندي ظروف خاصه بي، كنت ملتزمه ومتزوجه ومرتبطه وتقدري انت، احنا سافرنا فتره سوريا، بقينا هوايه طولنا، يعني صراحة اهتميت بعائلتي أكثر، بيتي وعائلتي، والتزمت لأنني كنت مرتبطة والتزمت واعتزلت فترة يعني. بسبب طلب زوجك من نعم عندك. نعم. هاي كان ما أي كان سنة؟ يقبل إنه أنا أغني. أي. يا سنة هذا كان الكلام؟ والله هو يعني صارت الموضوع هو بالتسعينات يعني. نهاية التسعينات. أي نهاية التسعينات. أنت من بعدها قمتي تظهرين مرة بمطعم، مرة تغنين بمكان، مرة بحفلة، لكن كلها ما تتصور وسرية لدرجة إنه الناس حتى ما يعني ما يعرفون شكلك بالجديد شلون صاير. كنت أنا ما أقبل إنه حد يصورني حتى بال يعني مرات يعني صدف تكون يعني. أي. مو على طول يعني. بس أكثر شيء أطلع حفلات يعني على ناس الحفلات الناس اللي أنا يعني تعرفيهم. أعرفهم من قديم و. وواثقة من عندهم ويعني يشتاقون يسمعون صوتي، فبيني وبينهم يعني معرفة واتصال وكذا. يعني فوق العشرين سنة تقريباً. هذا أول ظهور. ليش قررتي تقبلين أنه تظهرين اليوم وترجعين غير ملاحتي طبعاً اللي صار لها هواية، ليش قررتي اليوم أنه تظهرين؟ مو أنا بالنسبة لي يعني لأنه أسمع أنه ليش مختفية، ليش معتزلة، مرات يقولون حتى هي ما موجودة متوفية يعني. صحيح. صح؟ صحيح. وهاي الأغاني مو إلها يعني مثلا يعني أغنية اللي أنا اشتهرت بيها واللي بصمة بيها هي صدقوني ما مليتكم. طبعا. هاي الأغنية يعني أنا غنيتها بين 87 بين 88 كان إنتاجي يعني في وقتها أنا سويتها على حسابي يعني. كانت أغنيتك أنت؟ أغنيتي يعني أشعار هو منه إيه عن مجموعة أغاني أنا اختاريتها كان وصورت منهم ذني الأغنيتين صدقوني ما مليتكم فرق بين الأريدة ويوم الحلو طبعا ذني أغاني معروفة طبعاً. يعني فدائما أسمع أنه هاي الأغنية مو لعد منى، من يغني بها أكثر من مطرب يعني غنوها يقولون هاي مالتنا مثلا الله يرحمه ياس خضر قبل لا يتوفى غناها، هاي صدقوني ما مليتكم طبعا وكلهم سمعوها يعني. صحيح. ويخابروني يقولوا لي الفنان الكبير الله يرحمه ياس خضر غنى أغنيتك، ما بيها الشي خلي غنيها، احنا ما نغني بأغانية طبعا ياس طبعا. أغانية كلها حلوة. اي. وفترة الأخيرة مطربتنا المحبوبة آخر وقت يعني احنا شفناها رحمة وصوت حلو، رحمة والدها طبعا من الأصدقاء أصدقائي يعني، ودائما كنا في وقتها الله يرحمه متواجدين في حفلاتنا ومتواصلين يعني مو بس رياض كلهم يعني طبعا. كل الشانة والموجودين يعني الفنانين الكبار من
ياس خضر، حميد منصور، رياض أحمد، كثير، مي وحيد، علاء سعد الله يرحمه، كانوا يعني ذولا إحنا كنا عائلة نلتقي بيهم، إحنا عائلة دائما نكون متواجدين بالنقابة، حفلات خاصة، قعدات خاصة، إحنا دائما نكون يعني يوميا إحنا نكون يوم يمهم يعني. رحمة غنت صدقوني ما عملت. غنتها. إيه بس للأسف يعني ما قالت هاي الست منى أغنيتها، فقالوا لا، إنه هي أنا سمعتها طبعا، قالتها الأغنية مالتي. لا بس هي معروفة الأغنية قديمة، بس هي الأغنية معروفة مالتي أنا يعني، بالعكس أحب إنه يغنوها يعني. بس ما يقول واحد أنا مثلا أنا تعبانة عليها أغنيتي طبعا. ما الواحد يجي يقول أنا مالتي يعني، صعبة. ممكن أوكي إذا واحد يغنيها على عينه، يمكن وصلش غلط التصريح، لأنه ما معقولة هي تصرح بكذي، الأغنية قديمة معروفة من قبل ما هي تنعرف. لا لا، أنا حتى خابرني الملحن الله يذكره بالخير، سلامي إلى إبراهيم السيد، طبعا هو الحانة، وكلمات منه بالمناسبة، كلمات كريم القصاب الله يذكره، ولو أنا ما متواصلة وياه، الرحمة للطيب وللميت، يا رب يكون بصحة وعافية. فخابرني إبراهيم قال لي ست منى ترى الأغنية غنتها رحمة، وأنا علقت وحكيت وقلت ليش يعني تقولين هاي الأغنية مالتي وهاي مو مالتش، هاي معروفة أنه هي ست منى وأنا ملحنها بإيدي. وفعلا يعني هم يعني كلهم يعرفون، كانوا كل الملحنة والملحين العفو الشعراء يجون يمي يلتقون عندي ويحبوني يعني، أنا وياهم علاقة كلش حميمة يعني، يعرفوها وعلى ديهم يعني أنا غنيتها ولحلوا لياها، وعندي تنازل بيها بالنقابة الفنانين يعني. أوكي. عندي تنازل بيها وتوقيعهم رسميا. صدقوني ما مليتكم هي المنى العبدالله، منى العبدالله إيه إلي هي مالتي. تذكرين شلون عرضها عليك الشاعر كواليس هاي الأغنية، شلون كانت الشاعر أو الملحن عرضها عليك مثلا؟ ها في وقتها. إيه طبعا. إيه والله مو قلت لك يعني، دائما هم يلتقون عندي. عجبتك من أول ما سمعتيها مثلا؟ لو لا، هو عنده هواي أغاني يعني، هم اختاروا لي غير أغاني، بس قلت لهم سمعوا لي اللي عندكم كله موجود، لأن أنا مو أي أغنية تدفعني إلها وأغنيها، مو من السهل طبعا. إذا ما إحساسي تجيدها وتوصل لإحساسي واقتنع بيها ما أقدر أغنيها أكيد. فمن غنيتها قلت لهم أنا أريد هاي الأغنية. قالوا هاي الأغنية شوية أخاف ما يعني يعني ما ترتاحي لها أو ما تليق بيك أو ما تجيديها مثلا، تم سمعوني وما عليكم. وشاءت أن تكون أنجح أغنية. أي الحمد لله. سمعوني فرق بين الأريدة، قلت لهم هاي أوكي. الثانية صدقوني ما مليتكم، هاي أوكي. هم نفس كل الملحنين يعني، هن كل هاي الأغاني لهم يعني. ف يعني هاي شو كنا وليفي مضيعني، هاي كلها طبعا كل الاغاني اللي هي موجوده حاليا اغاني باسمي بصمه، هذه انا باختياري صحيح، وسجلتها على حسابي انتاجي انا يعني، ما كان احد مسجل لي، قلت لهم اني اسجلها ويكون انتاجي على حسابي وانا اتحمل كل تكاليفها. وتنطيها للقنوات او الشركات. انطيتها فعلا في وقتها، هديتها الدار البيضاء كان بوقتها تسجيلات. صدقوني ما مليتكم. صدقوني ما مليتكم وفرق بين الأريدة، كل الأغاني الموجودة كان الألبوم كله موجودة. أي. فعاد بثوا ليها، صوروا ليها أغنية صدقوني ما مليتكم وفرق بين الأريدة، طبعا صورتها في وقتها بالسبعة وثمانين بين الثمانية وثمانين بين السبعة وثمانين. صدقوني ما مليتكم مرتين صورت. صورتها في حبانية، أتذكر أي بحبانية صورتها. أي. زين. أول ما نزلت الأغنية اشتهرت؟ نجحت؟ لو أخذت وقت؟ لا أخذت وقت، بس بعدين ما شاء الله يعني تفجرت فشي يعني فشي ما مش يعني، حتى هم اللي شعراء والملحنين قالوا ما متوقعين أنه تنجح بهال صحني، خذيتها وغنيتها واختنعت بها، قلت لهم خلاص أنا هذين ما قفلت علينا أريدهم يعني، فقالوا بعدها، قلت لهم خلوها على الله ما لكم إن شاء الله، هي سبحان الله يعني ضربت. من تكونين فنانة لهالدرجة ولهالدرجة تحبين فنك، وانتي راح نحكي على البدايات، انتي من انتي وطفلة يعني شاربة الفن. صعب انه تظلين فوق العشرين سنة بدون هاي الأضواء بدون الكاميرات معتزلة تماما؟ والله صراحة يعني أنا يعني صراحة أقول لك أنا متندمة على الفترة كلها يعني، صراحة متندمة عليها اللي ابتعدتي بيها. أي والله لأنه دائما كل الحواليه وكل جمهوري وكل محبيني يعني
يقول حرام يعني هذا الصوت، انت مطربه متمكنه واحنا نحب صوتك، فليش يعني هذا الابتعاد كله وليش يعني ما تواصلتي؟ دافعك كان للاعتزال هو العقل، انه احسب الامور بعقلي، لو الحب حبيتي هذا الانسان فعلى موده اترك كل شيء؟ اي حبيت طبعا اكيد حبيت وعلى موده، بس كنت انا انا اقول غلطانه يعني كان المفروض يعني تحسبيها مصلحتي صح. وصوتي وموهبتي فوق كل شيء يعني. أي. لانه الظروف يعني خلتني بصراحه خلتني اتندم على ندمتي بوقت يعني. متاخر لو ماكو شيء متاخر ندمتي بوقت متاخر بوقت متاخر واكو ناس يعني على كلن طبعا هو تم الانفصال بينك وبين هذا الشخص. أي تم الانفصال من زمان طبعًا. يعني سؤال يمكن قاسي شويه لفنانه، تتوقعين الناس بعدها تتذكرك؟ جدا الى حد هاللحظه يحترموني مرات يعني حتى بالتليفون يقول احنا ما بنشوفك يعني انت وين يعني، بس اكو ناس كلش يعني مأثرين والله يعني حتى نقول عليهم يعني لو بس كلمه واحده بالتليفون كلمه واحده بس سبعينه كل شيء مريض يعني يخجلوني يعني يخرجوني يعني. تردين تجين بالحفله حياك الله والله منتظريش تعالي، بس مرات اغني لهم مقطع يعني يشكروني ومستانسين وكذا، بس طبعا يعني غالين علي واحترمهم ناس يعني معروفين وكذا. وهذا اني بشهاد يعني انه اني يمكن العشرات حاكين وياي بالسوشيال ميديا من جمهورك يقولون دور على منى عبد الله ويعني جيبها واستضيفها، فانت لك عشاق من كل مكان، لذلك انا يمكن تدرين ايش قد تعبت حتى وصلت لك، لانه انت كنتي بعزله طبعا ويعني لحد ما صار اخيرا الموضوع وقدرت انه وطيتيني كلمه انك تجي. الحمد لله وصلنا لنتيجه الحمد لله وهياتنا اليوم الحمد لله الحمد لله. بهاي الفتره اللي كنتي بعيده عنها صار لك شيء فضول وحشريه انك تكتبين اسمك بيوتيوب مثلا تبحثين عنه؟ شوفين ايش دين حكي علي، ايش نازلت لي شغلات. اكيد اكيد لا لا اطلع والله يعني اشوف يعني، ودائما الفتره الاخيره قمت اتابعك واتابع انه من يكون سؤال من ناحيتي يعني وين صارت هاي الفنانه وين كذا، فاني مرات يعني ابتسم هيجي وبعض المعلومات تنتحقك لانه ما ينطون الحقيقه 100%، ها اكو شويه اكو يعني، بس احنا اليوم جبنا المصدر مال المعلومات، المصدر موجود طبعا. خلال الفتره اللي ظليتي بيها مبتعده شلون كانت حياتك؟ ايش سويتي يعني؟ كنتي تقضين يومك؟ اشتغلتي مهنه ثانيه مثلا؟ لو ظليتي بس ام وبيت وخلاص؟ ام وبيت وتعرف شغلاتي الخاصه بي واموري وكذا، دائما يعني يسمعوني كلام مرات حتى يعني اخبي نفسي يعني ما اخلي احد يشوفني يعني. اي فيحاتبوني وين انت ومنى وين صرتي ليش وكذا وليش مبتعده وكذا وهذا، فاحب احاول انه اخفي نفسي. يزعجك هالسؤال كان؟ ها يزعجك هذا السؤال وينك وينك وينك؟ اي اي حقك طبعا من يتكرر. اي اي هو هيك على طول يعني. الشعور شنو من تشوفين الكليبات القديمه واشرطه الحفلات القديمه اللي موجوده على الانترنت؟ شنو الشعور اللي يجي بداخلك؟ حسره؟ ندم؟ سعاده؟ لا ماكو ندم، بس احنا حسرة على ايامنا ذي حلوة كانت والحمد لله يعني هي سنة الحياة يعني كل شيء في وقته كان حلو يعني كل شيء بوقته حلو كان، كانت ايام حلوة ويعني الدنيا حلوة كانت يعني مو مثل هسا. للي ما يعرفون الاجيال اللي ما تعرف هذا طبيعي لانه اكو ناس راحت وناس اجتي، منى العبد الله كانت رقم واحد بفتره من الفترات صحيح خلينا نقول التسعينات وبالنهايه الثمانينات يعني نعم. من نقول منى العبد الله نقول على اسم كلش كبير مو بس فنيا ماديا ايضا، انت كنتي تمتلكين تقريبا ثلاثه من اهم المطاعم اللي يعني او المطاعم الليليه بالعراق اللي كان بيها الشغل لكل النجوم وعلى اعلى مستوى. نعم صحيح. احكي لنا على هاي الفتره واحكي لنا شنو المطاعم يمكن الناس ما تعرف بس تتذكر الاسماء. صحيح. طبعا انا سكن الكراده يعني معروفه الكراده. وفي وقتها من 87 لحد 88 قلنا بدايتي وشهرتي يعني. فكنت انا عندي ثلاث مطاعم، مطعم كان إلي بينص هو كان الصياد يعني أنا وشخص الله يذكره بالخير صاحب مطعم هو
نعم. هسه بأمريكا مسافر هو، وشنت شريكة وياه، وكان عندي مطعم الموعد بالكرادة قريب على العرصات الهندية، وكان عندي مطعم البركان، ثلاث مطاعم عندي كانت غني إلي يعني، وكلها تغنين بيها وبيها مطربين ثانيين، مطربين يجون كلهم المطربين كانوا يجون يغنون وياي، وهو إلي المحل طبعا، المحلات إلي، ومن ضمن المطربين أنا واحدة منهم، كانت عندي نمرة أطلع بيها. أيوه. هم إلي كانوا في وقتها. هاي العقلية التجارية منين جتي أنت؟ كان مثلا أكو رجل خلفك هو اللي زوج أو شيء هو اللي كان مسهلك، لو منين؟ لا كان والله الشخص هو قلت لك صاحب المطعم اللي قالوا يعني تسميات إلى هواية المطعم، البلام، الصياد، كل فترة يعني يغيرون اسمه. فهذا الشخص تعاون وياي هواية يعني، ودعمني معنويا وماديا في وقتها بالبداية يعني، وكنا صرنا مصلحتنا واحدة، وكل كانوا في وقتها كل الفنانين يعرفون هذا الشيء، فكان ذن المحلات يعني مثل ما يقول عين علي وعين علي، وحصريا يعني احنا هاي المحلات إنا يعني نغني بيها، فتجي من كافة المحافظات يعني من الجنوب للشمال كلها، انه تجي مثلا موجودة اليوم من العبد الله، رياض احمد، مي وحيد، هاي كلهم مطاعم، كلهم مطاعم يجون، كل على سعاد يعني، قلت لك هاي المجموعة الفنانين اللي هم كانوا الموجودين بقمتهم كانوا في وقتها يعني، أديبة الله يذكرها بالخير وتحياتي لها، سهى البصري كانت أيضا، سهى عبد الأمير كانت في وقتها، مي وحيد بالله منو بعد خلنا أتذكر يعني، هواية كانوا كل نجوم الحقبة يعني، كانوا يعني، ولو أكو مطربين هم صعدوا إلى مستوى يعني نقول كلش عالي، والله يسعدهم ويا ربي هم كانوا موجودين، ولا ما أريد أذكر الأسماء أخف يعني تكون هم كانوا موجودين يعني. ذهب منى العبد الله حياتي يعني هاي مو صفة، هاي إنه بالفعل إنه أنت كنتي معروفة بالذهب اللي تلبسي، شيء مبهر يعني. أي نعم. كان عندك هواية تجمعين الذهب لو كان شنو الموضوع؟ هواية أحب ألبس ذهب يعني، كنت أول واحدة ألبس الذهب، وذهب يعني قطع يعني، يعني كلش ثمينة وثقيلة يعني، ألبسها كنت ألبسها وعلى كنت ألبس يعني، حتى اللبس البدلات موجودة طبعاً على طبعاً التلفزيون موجودة، الحفلات مالتي وبدلاتي ألبسهم كل الماركات يعني، كنت في وقتها يعني كنت طبعاً يعني ألبس. رمز لللبس والأناقة. كل هاي حياة الرفاهية نعم، من على غفلة تختفي تماماً. اي نعم. أنا سمعت هذا اللي صار وياك. صحيح. قلت لك واني يعني صار ظروفي، يعني زوجت ارتبطت واهتميت بعائلتي. وما فكرت انه ارجع، بس ما اعرف يعني. يعني فكرت انه خلاص بعد. انت تعرضتي لغدر معين. اكيد طبعاً. خسرت الاول والتالي. اي نعم. ومن اشخاص ما كنتي متوقعتهم يعني. ما متوقع يعني. نعم. اي. حسرة يعني. الحمد لله كل من يأخذ نصيبه بالدنيا. هاي رجعتي حقك منهم؟ لا والله راح والحمد لله، الصحة والعافية أهم شيء الحمد لله. المهم أنت موجودة. الحمد لله هسه. الحمد لله. زين خلينا نعرف الناس بيك، لانه شفتي مثل ما قلت لك المعلومات متضاربه عليك، ما حد يعرف عنك المعلومات الحقيقيه. اول شيء احكي لنا انت من مواليد وين؟ انت من اي مواليد اذا حابه تقولين؟ لانه ما شاء الله اشوف شباب يعني دائم، فهسه صار عندي خلط انه اذا نهايه 88 ايش قد كان عمرها، ايش قد موادها، انه حيل ما شاء الله بعدك شباب. نعم سلمي. فهاي المعلومات نريد نعرفها، العائله شلون كانت انتوا صغار، كم عدد يعني قد عندك اخوان واخوات، احكي لنا كل هاي المعلومات. الحمد لله ويسلمك. عائلتي متكونه من اربع اولاد واحنا ثلاث خوات. انت شنو ترتيبك؟ أني وسطانية؟ كبيرة، لا الأخ عندي اثنين أخوان أكبر من عندي وأني بعدهم. كبيرة البنات؟ نعم البنات أصغر من عندي. زين وين انولدتي؟ احكي لنا. بغداد بالموصل؟ أنا أعرف الوالد من الموصل بالأصل. والدي من الموصل من الشرقاط، سكن منطقة يعني اسمها سجننا إحنا ومسقط راسنا القوير. أي. يعني بين الموصل وبين أربيل. معروفة طبعا كل الناس تعرفها. صحيح. والدتي من كركوك والنعم، وعمامي كلهم شعراء ويغنون، ووالدي عازف
واخويا عازف بعد، والدي يغني ويعزف، واخويا عازف ربابه وعازف كمان، وهم اكتشفوني والدي واخويا. انت صدق جيتي للدنيا بالامارات لو بالعراق؟ كيف اجيتي للدنيا بالامارات؟ اكو لا مو بالامارات، انا ببغداد. بغداد اي، بس انا بين الثمانينات يعني بين 79 80 فتره رحت للامارات براس الخيمه كان في وقتها، بس هذا الحكي انا صغيره طفله. فعندي موهبه. انا بعدني مصر. ما اقول لك على المواليدي انا. كل الجمهور ويعرفون ايش قد عمري وشفت انولدت يعرفون. ليش دحكي للتاريخ يعني؟ بس هو يعني سبعينات صح؟ تقريبا. اوكي زين. رحتوا الامارات راس الخيمه؟ اي. فبقيت انا ذاك الوقت كان هسه يقولوا لها اقامه وكذا وهذا. قبل كان يسموه هويه شؤون العرب، طبعا الخليج يعرفوها بالسبعينات الثمانينات. هويه شؤون العرب يعني من يجي واحد وافد يعني انطوه هويه شؤون العرب واقامه. فاني كنت صغيره كان عندي جواز مرور يقولوا له قاصره، لان ما يسمحوا لي ينطوني جواز انه انا لانه ما بالغه. انت مو ويا الاهل رحتي؟ ويا والدي. إيه؟ أيوة بس جوازي مرور وبرفقه والدي. اي كان خوالي وياي وهذا. إيه ورحنا فتره يعني بقيت حوالي 14 يوم. اي وكان هاي الالاعيب السرك بكتها وهاي الكروباتيك وهالشغلات. فطلعوني يعني فقرة صغيرة أغني طفلة يعني موهبة وكذا هيك في وقتها. غنيت لي مقطع مقطعين يعني واستعجبوا إنه هاي الطفلة شلون تغني وكذا وهيك. من البداية كانت. من البداية إي هذا الحكي. وأنا صغيرة كان أكو منتج براس الخيمة هو كان مسؤول عن هاي العروض. نعم هاي الجروب. فعاد قال له حق على والد قال له خليها البنت وأني راح التزم بيها واخليها يعني تكون مطربه متمكنه واصله كذا هيك يعني اخليها مثل مطربه عالميه تكون يعني خلي اني اتبناها وكذا. ولو يا ريت ان تزوجني اياها صغيره. قال له بس بنتي صغيره بعدها مو مال زواج وكذا. ايه فوالدي ما قبل. عاد رجعنا احنا في وقتها. ايه رجعت لبغداد. رجعنا لبغداد. زين انت لحد هنا صغيره بالعمر؟ صغيره. عاد وراها صار الحرب بكتها، حرب ايران والعراق. إيه. كان بكتها صار وبعد ما طلعنا. انت ورا حرب ايران مباشره او لا يعني اثناء حرب ايران برز نجمك يعني بديتي تغنين بمطاعم؟ اي طبعا. لا مو راسا. بقيت لانه انا صغيره كانت شوي على ما كبرت يعني. اي يعني بدايه الفعليه شو كانت؟ وال 87 انا اكثر شيء مواليد بنتي 87. ها احنا راح نحكي بالزواج. هاي يعني انت تزوجتي قبل دخولك الوسط الفني؟ اي قبلها. لا انا كنت بس ما مشهوره يعني. اي بالمطاعم اغني وزوجت وهذا بس ما كنت مشهوره يعني هالقد. الشهره شلون صارت؟ الشهره كانت محدوده يعني من الناس اللي تعرفني يعني من داخل المجتمع وكذا. ورا صدقوني ما مليتكم صارت هي الشهره؟ صارت صدقوني ما مليتكم. وقلت لك من ورا 87 وبلشت يعني انعرف اكثر واشتهر اكثر وكذا. زين موضوع زواجك شلون صار اول واحد؟ اها لا لا بس زوجت يعني مو من الفن يعني مو من وسط الفني. اي يعني على حب لو بعقل؟ اي لا لا حب. هو ابو بنتي يعني. هذا اول واحد. ابو راويه؟ ابو راويه يعني. بنتك الوحيده؟ الوحيده. وبعدين هم صار انفصال وتزوجت يعني بعدني شابه انا. اللي قعدتش؟ اي قعدني ابو ابني بقيت فتره خلصت. انت عندك راويه واحمد بس؟ اي بس. اي وهذا بعد التزمت بيهم هاي الفتره كلها عاد وصارت هاي الظروف مال الحروب واهتميت بيهم. البنت تزوجت وراحت تزوجت واستقرت وعاش ابني معاي والحمد لله يعني. الحمد لله. الحمد لله. يقدر الفنان يتكيف ويصير قبل يعني تصير ام بيت وتصير خلاص يعني تفصل عن هذاك الجو ممكن؟ حتى لو بس يظل يعني يحن اضطراب براسي يعني. احب اغني اغني حتى انا حتى لو مو انا بالحفله مرات انا يعجبني انه اطرب على صوتي واغني يعني. كنت متوقع راح ترجعين بيوم من الايام؟ والله انا بالبدايه قلت لك مصممه انه ما ارجع. ولان ما ارجع ما اهتميت بعد بكل يعني
ايش راح يصير وتصوير ايش راح يصير والغناء وكذا، لانه انا بقيت فتره طويله بسوريا، ايش قد رادوا مني بسوريا ومطاعم وناس معروفه. رفضتي؟ كان في وقتها انا كنت بسوريا رائد الحلقي، ابو رائد، رائد كذا هيك، يعني كانوا يردون يعني بس اطلع انه اغني يعني حتى لو نمره واحده ما رفضتي. ما قبلت. انت صح انه عندك بيبيه سوريه؟ اي نعم صحيح. انت طبعا لهش لحد هسه هيك نحسها سوري على مصلاوي يعني تضيع شويه. كلهم يقولوا لي انت مستحيل تكونين عراقيه. اي والله اكو خلل باللهجه. اي خلل باللهجه، فاني اي بيتي سوريه بالاصل، ام ابويا. اي اي زين. اكو قصة غريبة عنك، انت يمكن ما حاولتي ايش راح تحكي لنا اليوم، انت ما حكيتي قبل لانه هو اللقاء، بس انه انت عندك بنت بالتبني. ايه مو هواي نسمع عن ناس تبنوا، شلون تبنيتيها؟ ايش صار؟ انا عندي بنت وولد، ذولي اللي هم بيولوجيين. أي. يعني اي وعندي بنيت منيتها يعني تيمة تبنيتها، وهم الله سهل امرها تزوجت وراحت. هي ما كنت احفاد صار عندك؟ الحمد لله عندي احفاد من بنتي. اي اي الحمد لله. ايش قد عندك ويصحوا لك بيبي لو شنو؟ الحمد لله عندي اربعه من بنتي، ذولا احفادي طبعا اكيد. حلوه كلمه بيبي لو تخوف؟ ها؟ حلوه كلمه بيبي لو تخوف؟ تخبل. احبها انا يعني كلمه بيبي، ماكو احلى منها. العمر ما يخوفك، ما يشكل لك ازمه. اكيد اكيد. زين. هسه لازم يعني نطرب الناس بصوتك، فراح نسمع انا وياك اغنيه بصوتك وبعدها نرجع نكمل حوارنا. يا من هواه اعزه اذلني، كيف السبيل الى وصالك ادلني، يا من هواه اعزه اذلني، كيف السبيل ولا وصالك دلني، انت الذي حلفت لي وحلفتني واحلفت انك لا تخون فخنتني، يا من هواها عزه، يا من هواه اعزه واذلني، كيف السبيل الى وصالك ادلني، انت الذي حلفت لي وحلفتني وحلفت انك لا تخون فخنتني، حلفت انك لا تخون فخنتني، وانك لا تمين مع الهوى، واين اليمين واين ما عاهدتني، تركتني حيران وحدي، تركتني حيران وحدي يا الصبا، وراع النجوم وإنك عايش في هني، لك أدل على الطريق وأشتكي، أدل على الطريق وأشتكي وأقول أنا المظلوم وأنت ظلمتني،
لدعو عليك بقصة الزجاج، لدعو عليك بقصة الزجاج. ربي يبليك مثل ما بليتني، وناداي يا كل مغري انبرت علته، يا كيل يا كل مغري مغرم، يا كل مغرم انبرت علته، وناداي وحركت اليا بس وانتي وناداي براس اربع طريق لقعد، طريق لقعيد وانا داي انا المظلومه وانت لو اجرت بي، يا ويلي يا ويل اويلي وشو جنة ولا يفي مضاي
احسنتم شكرا. الله ابدعتي، ما اعرف شنو اقول غير انه ابداع. يعني شكراً. صوت كانما رغم ايش قد تركتي انت سنوات، بس الصوت بعده متمرن وبعده متمرس وقوي. اكو شيء معين سويت حافظين على صوتك او هو هيك؟ الحمد لله من عند رب العالمين. هو صوتي هذا الحمد لله، يعني هواية يسمعون الناس صوتي يقولوا لي حلو ما متغير يعني. صحيح. والحمد لله يا نعمة. طبعا نعمة. الحمد لله. لقيتي معارضة بدخولك الوسط الفني رغم أنت من أنت وصغيرة فنانة، بس من الأهل لقيتي معارضة؟ لا لا أبدا معارضة. لا هم اللي شجعوني أنه لأنه هو صوتي يحبوه يعني. إيش تذكرين عن ماما وبابا؟ أتذكر كل أيام الحلوة والطيبة، ماكو أحلى من الأم والأب. نرجع صغار من نتذكرهم. أكيد طبعاً. إذا قلتش توصفي لي الوالدة بخمس كلمات والوالد بخمس كلمات، شنو؟ شلون كان صفاتهم مثلاً؟ عند الوالد مو بس والد، صديقي ووالدي متفاهمين أنا وياه بكل الأمور. وما أحب أضم عليه أي حشاية، غالي علي هواية. وأمي يعني نقول عليها من أهل الله، حبيبتي يعني، طيبة كريمة نفس، أكرام هم. كنتي موجودة لما رحلوا؟ موجودة. أنا موجودة، أنا واقفة عليهم. أنا اثنينهم واقفة عليهم وعلى إيدي. هاي أصعب صار لحظة. طبعاً طبعاً. انتوا كعائله ماكو مطربات غيرك صحيح؟ بس انت اللي بالعائله غنيتي؟ بس انا للاسف يعني، انا كانوا عمامي قلت لك كلهم يغنون ما شاء الله عليهم، ووالدي اخويا عازف، بس ما اعرف يعني. انا دائما اقولهم من العائله خواتي بنات اختي، حتى لو عندهم اصوات بس عندهم خجل كلش يعني، ما عندهم الجرعه يعني. هم عندهم اصوات ويستحون. بس هواياكم فنانات هاي خامطين اسمك العبد الله العبد الله العبد الله. ايه يحبوني، واي واحد يجي يسمي يعني اي مطربه قالت يعني العبد الله العبد الله. أي. تيمنا باسمك. ايه هاني اول وحده العبد الله. أي. كانت الله يرحمها سعاد عبد الله معروفه. يعني هاني سعاد راح افضحك. لا هي هم كانت تغني يعني مطربه ويانا. هي قال انا اعرف انه اسمها مو منى الحقيقي، بس اسم فني منى عبد الله. فقالت لي ما اقول لك اسمي ما اقول لك اسمي، بعدين اثناء الحكي قالت لي هو الناس تعرف اقول. مو ضروري يعني. المهم قالت لي اسمها الحقيقي بحرف. اي بس يمكن. بس اسمك احلى بالمناسبه يعني من منى. اسمي حلو. يلا قولي خلينا نريح الناس الصح يصيرون فضول. لا لا سوى انا اسمي هو على وزن هيفاء بحرف الشين. حرف الشين. اي نعم حرف الشين. ايه زين ليش صار منى العبد الله؟ اسم مستعار طبعا اكيد يعني، هم اي فنان لازم يكون له اسم مستعار يعني. من اختار لك قليل ينطون اسمائهم الحقيقيه. فاي فنان ينطي اسم مستعار. وعبد الله هو هم يعني العبد الله هم انت اخترعتيه تقريبا. ايه. صحيح. والله مو بس يعني صار تعاون بيني وبين في وقتها قلت لك كان شريك وياي بالمطعم يعني. أي. قال يلا خلينا نقول عبد الله يعني. يعني اجى عالصدفة وصار اسم خالد لليوم. بس ما شاء الله عليهم بقيه الفنانات كلهم. أي. صاروا عبد الله يعني، قلت يلا ما يخالف يحبوني ويحبوني يسمون على اسمي. طبعا راح نلعب وياك انا وياك هسه لعبه اسمها مطلوب بالاسم، راح تجاوبيني باسماء. متفقين؟ بس الصراحه إذا قدرت عليها. لا مقدور عليها، بعدين صار لك 30 سنة مبتعدة ما يهموك بعد، يزعلون ولا ما يزعلون. لا لا ما يهمني. مطربة تعتبريها النجمة العراقية الأولى اليوم. حالياً يعني؟ والله هم أنا ما أقول لك يعني الأولى، أنا ما أريد أقول أولى يعني. لا لازم أكون، هسيتيش أنت الأولى فترة. بس هم مطربات حالياً يعني حلوين كلهم حلوين يعني، ما أبي مخصوص. وحدة أريد. وأنا ما أريد يعني أكون. أنت حسب ذوقك، إحنا ما نقول تحسيها يعني حالياً الأكثر شيء بارز. لي على مستوى طاقة. أي. على مستوى يعني حالياً إحنا عندنا ما شاء الله عليهم مطرباتنا الجدد، هي أصيل حلو صوتها، أصيل هميم ورحمة بعدهم حلو صوتها يعني. أوكي. دول اللي هم معروفين يعني. زين صوت أنت تحبين تسمعي؟ نسائي. أي. اسمع قديم جديد؟ قديم لو جديد كيفك؟ والله رجالي هم ما يخالف قابلين رجالي.
أول شيء يعني إذا كان نسائي أحب صوتي يعني. هاي نادر، هواي فنانين يقولوا ما نحب نسمع صوتنا. أحب صوتي. إيه حقك. خاف أنانية أكون أنا. كنا نحب صوتك، لا بالعكس. بس أنا بالنسبة لي أحب صوتي يعني. وإذا صوت رجالي؟ صوت رجالي حلو اللي حالياً يعني. أنا يعجبني حسام، حلو صوته، حسام الرسام. صحيح. أطرب على صوته حلو، بيش بيشجن. حلو يعني. انت عن قريب راجعه يعني ناويه انه ترجعين تغنين تسوين كليبات وحفلات ان شاء الله؟ طبعا ما اريد اقول للناس اني جزء من سبب العوده هاي، وهذا الشيء كلش يسعدني. لكن يعني اذا قلت لك نجم حابه انه تسوين ويا ديو، منو يكون ويا رجعتك؟ ويا رجعتي والله ما اقول لك بالضبط، بس ما ادري، حالفني الحظ، ما اعرف مع مين يعني يكون وياي. هيك احد دنا نحلم احنا، احد من صدق عاجبك تغنين وياه؟ اغني وياه قديم جديد ماكو؟ زين، هاي لازم تجاوبين عليها. مطربه كانت تنافسك منافسه شريفه، كلهم ينافسوني على فكره يعني. ارد وحده يعني كانت منافسه، كلهم ينافسوني يعني. كلهم منافسات لي، وبنفس الوقت أنا أتذكر لقاءاتك اللي سويتها وأجريتها مع الفنانين. أيوة. اللي ذكروني اثنين بس، اللي هي ميادة أحمد الله يذكرها بالخير وسلامي إلها، وأديبة تحياتي إلها حبيبتي. صحيح. هذول ذكروني لأنه هم يعني حشوها. أما البقية يتغاضون عنها، يتغاضون عنها، وهم دائما يسألوهم منو اللي أقرب عليكم مطربة يعني تكون مفضلتكم أو صوتها حلو وكذا من هالقبيل، فما يجيبون اسمي الصراحة يعني. صحيح. هم يعرفوها بس يتغاضون عنها. ليش برأيك؟ يعني أنت تعرف هذا الشيء يعني نوع الغيرة. لحد هسه رغم أنت مبتعدة وهاي أكو مبتعدة وغيرتهم موجودة حتى من أنا معتزلة، هم مزعوجين، مزعوجين ومضغوطين حيل. ناس ايش راح يصير احنا قاعدين على قلبهم بهذا اللقاء؟ اقول لك ايش راح يصير من يشوفوك؟ الله اعلم، ما ادري ايش راح يصير، اكيد شويه يصير لهم حساسيه يعني. زين، الصوت الريفي الاول اليوم رجل او مرأة حاليا؟ صوت الريفي اليوم اني طبعا هم اكو قاطعه شويه، شو قاطعه لانه تعذرني مرات يعني عندنا يونس العبودي، عندنا رعد الناصري، عندنا ساجد عبيد، عندنا هوايه يعني. لا ساجد عبيد مطربه قديمه متمكنه، صوت حلو اكيد. كنت تتنافسين انت وساجده؟ لا لا ابدا، انا وياها في وقتها تواجهنا بالبحرين، كانت في وقتها قبل الله ينطيها الصحه والعافيه. حبوبه وطيبه، انسانه رائعه. سويتوا كاسيت سوا بالتسعينات يمكن؟ كان اسمه التحدي. لا لا ما سوينا كاسيت، بس التقينا بحفلات. اكو منتشر كاسيت وغنينا سوا يعني، صدفتنا الصدفه يعني، سوا غنينا يعني. عاجبك الخط اللي هي مشت بيه؟ خط الافراح، الاغاني الشعبيه؟ ايه خط يشبهها يعني. ايه زين، اخر شيء وهاي لازم تجاوبين عليها، اغنيه تمنيت تكون الك لغيرك؟ تمنيت تكون الك؟ تمنيت تكون الي؟ وراح تسمعينا منها مقطع. أغنية تكون إلي يعني من القديم الجديد؟ كيفك قلتي هاي تلوق المنى؟ هاي تلوق المنى؟ والله ما يجون على بالي، هواي أغاني حلوة الصراحة يعني، أتمنيتها تكون إلي الصراحة. بس أي أغنية تريد أن أسمع لك إياها عادي يعني؟ يلا أي شيء حابة. ما ببالك شيء؟ والله هي هواية على بالي، بس أي واحدة منهم أختارها ما أعرف، ما أعرف يعني أي واحدة من عندهم. مثلا أنا أحب ياس خضر وأحب حسين نعمة، وكانوا ضيوفنا بالبرنامج، شنو تحبين من أغانيهم؟ ياس خضر مثلا؟ يلا حتى نوجه تحية لروحها يعني. والله الله يرحمها طبعا، صوت الأرض، فنان كبير. صوت الأرض هو آخر ظهور له كان هنا تدرين؟ أي والله شفت اللقاء مالته. شغني عندي اغنيه الى اغنيه قديمه. بس والله يعني صار هوايه ما مغنيتها، وموجوده يعني موجوده بالحفلات. أي. يعني موجوده. تواعدنا وعلى الموعد جينا
قعدنا بروضة الحب وتنينا ومرت على الساعات والموعد زمان فات ومرت على الساعات والموعد زمان فات وما ظنينا يا سمر ما تجينا وما ظنينا يا سمر ما تجينا. الله الله. طبعا هاي أغنية الياس خضر الله يرحمها ما سمعها قبل ما حد سمع عنها وقليل يسمعوها بس هي قديمة هي حسا مو ستايل ياس والبنفسج قديمات يعني كلهن هاي أنا مغنيتها حدا الحفلات بالصياد عندي بالمطعم مالتي أنا مغنيتها بس كنت أنا أحبها طبعا كلش أحبها وأعشقها. زين وإحنا اليوم بأيام أعياد يعني وأواخر أيام السنة شنو ذكرك هاي الفترة؟ شنو يذكرك فترة راس السنة أو هاي ذكرك بالحفلات مال قبل؟ ذكرك بشنو الأجواء؟ أكيد طبعا إحنا كل عام كل راس سنة مثل هيك السنة وهيك عام يعني منكون واحد واحد أكيد دائما إحنا قمة الونسة والراحة والحياة الجديدة ومستانسين أكيد ونفرح ونتبادل يعني مشاعر الحب والتهاني هاي أكيد يعني جيل الشباب اليوم تحسيه أكثر حظا من جيلكم لو العكس صحيح المطربين والمطربات الشابات والله ما ادري انا انطي رايي بس البقيه جزء رايهم غير يعني بس يعني مش عينا بالبقيه اصوات حلوه انا اقولها هسه يعني عندنا اصوات حلوه وعندنا يعني العراق كله يعني كله غناء وشعر ويعني ولاد يعني ولاد يعني بس للاسف يعني انا دا لاحظ كل المطربات والمطربين انا اتمنى انه اي مطرب ومطربة يخلي له بصمة. أنا منى العبد الله معروفة بصدقوني ما مليتكم. خذش الشابهون نوعا ما، أنا هم وياك بهاي السالفة. ماكو واحد عنده ستايل، قلة اكو. لا لا أنا ستايلي معروف. لا أنا أحكي لك على الهسة. إيه. يا ريت يعني كل فنان له ستايل خاص بي وله بصمة خاصة بي وله لونه. اللون مالته يعني يكون مميز عن مطرب الثاني. صحيح. واحد عن الآخ. بس للأسف كلهم يغنون نفس الموال ونفس الطريقة ونفس الأسلوب وهذا ما راح يميز بين المطربين والمطربات أكيد يعني طبعاً السوشيال ميديا خدمتهم لو ضرتهم مواقع التواصل وهاي لأنه مرات الناس تقولك أنه إيه سهلت الانتشار بس بنفس الوقت الكل اشتهروا أنتوا قبل يطلع على تلفزيون الدولة ثاني يوم صار مشهور صحيح فبرأيك فادتهم لو ضرتهم هاي بالحالتين يعني أكو يعني ضرتهم وأكو من خدمتهم يعني مو يعني أكو ما زالت الأغنية العراقية أغنية رصينة لو تحسيها اليوم شوية انحدرت لا لا الحمد لله يعني بس إحنا شون دائما يعني نحب اللون الأصيل يعني غناء العراق الأصيل يعني أبدا نكون متمسكين به يعني أكيد يعني بعد مشوار فني طويل ورغم ابتعادك تم تقديرك بيوم من الأيام تم السؤال عنك من قبل وزارة الثقافة خلينا نقول أو النقابة أو أيا كان والله دائما أنا بالنقابة كلها يعرفوني وكل الفنانين دائما يعني يسألون وأنا بيني وبينهم كلش احترام يعني ومحبة مودة ويسألون وين ليش مو لأنه أنا قاطعة صراحة أنا قاطعة صحيح لهذا السبب ماكو يعني قليل تواصل يعني بس من أروح يعني بين فترة وفترة للنقابة الشباب الفنانين كلهم العازفين التقي بهم يفرحون يفرحون وبين وبينهم سلام واحترام وكذا زين على خلاف كثير من يعني نجمات جيلك اللي ارتبطت اسماءهم باسماء سياسيه مثلا من الانظمه السابقه او ارتبطت بحوادث معينه متعلقه بذيك الحقبه ما سمعنا هوايه عن منى العبد الله ما سمعنا عن ليالي وقصص واخبار ربطتها بالعائله اللي كانت تحكم بذيك الفتره هل انت كنتي بعده نفسك او بسبب اعتزالك المبكر الناس ما سمعت كلام هوايه احكي لنا اكيد اكيد طبعا صار من هذا القبيل اكو اكيد بس انت خفيتي الموضوع بس انا اختفيت
اكيد اكو ظروف صارت هوايه، اكو حتى معاناتك هوايه امور صارت. احنا ما نريد انه نحكي كل التفاصيل، تعرف الموضوع كبير هوايه، يعني احنا كل شيء صادفنا بحياتنا الفنانين، يعني خاصه اني من الفنانين القدماء. يعني انا اكو موضوع واحد حابب اسلط عليه الضوء. انت اخر حفله خاصه سويتيها صارت بها كارثه حرفيا، كانت راح تودي بحياتك، يعني من بعدها اعتزلتي الحفلات الخاصه تماما. تتذكرين معلوماتك اي حفله مثلا تكون؟ يعني حفله بالتسعينات كانت يعني لاحدى الشخصيات السياسيه، و راد انه يطلق عليك الرصاص. يعني اكو هذا القبيل صحيح. اي بس كانت يعني رغم هالشكل، واحنا ما نريد متى في غنى عنها، ما نريد نحشي هاي التفاصيل. هل كانت هاي الامور سبب من اسباب ابتعادك واعتزالك؟ اكو اي طبعا اكيد. اي تضييق كان عليك؟ اي كانت اكو مضايقات. بس احنا كل شيء راح في وقتها يعني. الإشاعة اللي تقول إنك تزوجتي من أحد الشخصيات العسكرية، خلينا نقول، أو هيك، هي إشاعة مو حقيقية لو حقيقية؟ لا لا مو حقيقية. مو حقيقية أبداً. تعرفين الفنان من يبتعد تطلع كثير عليه أقاويل وإشاعات. أكيد أكيد. وهو قلت لك يعني لأنه ابتعدت وخفيت يعني، فصار حكي هواية. والحمد لله سياتنا موجودة طبعا، جلدنا وعظمنا موجودين وجمالك جميل حياتي يعني. حياتي سلمك يا غالي. إذا اليوم تكرمتي بدرع معين وصعدتي على المنصة وطلبوا منك تشكرين ثلاث أشخاص أثروا بشكل إيجابي بمشوارك الفني، منو تشكرين؟ من الأهل، من الفنانين، بكيفك أثروا بشكل حلو على مشوارك الفني؟ تأثير من ناحية الإيجابي. الإيجابي يعني مو السلبي. أكيد يعني شاعر انطاك اغنيه حلوه، مطرب دعمك، مطربه قالت لك حكايه حلوه. اكيد هوايه 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 من ناحيه كل الوسط الفني. اكيد هوايه هوايه دعموني يعني. ثلاث اسماء اريد. ثلاث اسماء فرقه وياك، يعني مثلا اقول لك اول شيء لازم يكون ملحن، صدقوني ما مليتكم. اكيد تحياتي الى السيد ابراهيم السيد. ابراهيم السيد. ابراهيم السيد. اي نعم. اثنين بعد. اثنين بعد الملحنين. من الشعراء يعني، الملحنين في وقتها صراحه يعني شعراء شاعر في وقتها يعني قسم من عندهم توفى وعرفهم يعني شعراء. جبار صدام الشاعر، وعندك يوسف النصار، عندك كريم القصاب، عندك هذول كلهم شعراء حلوين. اريد مطربه يعني انت تاثرتي بيها، يعني كنت تسمعي لها انت وقبل ما تدخلين الوسط الفني، مطربه حبيتي ستايلها قلت اريد هيك اصير، منو كانت؟ قدمة؟ اي اكيد اللي قبلك يعني. اكيد عندنا وحيده خليل حلو. انا احس صوتك كلش اشبه صوتها. حياتي اي. شرفني والله فنانه كبيره عظيمه وحيده خليل، زهور حسين. حلوين اصوات يعني رائعه. شفتيها الوحيده خليل؟ زهور ميته طبعا من زمان الله يرحمها. لا انا ما لحقت اشوفها بس عندي طبعا سمعانه. بس وحيده ظلت للتسعينات اعتقد عايشه. اي بس ما التقيت بها، كانت في وقتها يعني كبيره بالعمر. كبيره. منو التقيتي من هذاك الجيل اللي رواد يعتبرون اللي قبلكم؟ منو شفتيها؟ اللي التقيت بهم هم فنانين يعني ريف. محمد عبد الجبار، لا العفو مو محمد عبد الجبار ذاك اليوم صار، بس القدماء احكي لك عنهم. عبد الجبار. عرفت على من تحكين. ايه عبد الجبار ونيسا. ايه؟ ستار جبار ايش على ما اتذكر انا اصواته حلوه هوايه. فرج وهاب والله ما على بالي. حمديه صالح شفتيها؟ حمديه صالح لحقت عليها. شفتها كان في وقتها صبيحه ذاب همينا مطربه ذياب. معروفه. ايه دول اللي انا والله هوايه يعني بصراحه مو على بالي يعني. ليش انا سمعت انه ذاك الوقت ما كانوا كلش حابيك الفنانات؟ يعني كان اكو حرب ضدك. حرب. وما يغنون بمطاعم وشمين. نعم. اي ما يقبلون، يقولون هاي هذا المطعم تابع المنى، ما نروح نغني يمها. ليش؟ أيوة يعني غيره مثلا؟ كان مثلا مدير برنامج يكلمهم قالوا له لا، لان احنا بدام هذا المطعم المنى احنا ما نجي نغني به. أكثر من غيره يعني. إيه شنو إحنا ليش نروح نغني يمها؟
ما يقول احنا كنا مثلا فنانين يكون متعاونين مثلا. بالعكس الفنان يقدر الفنان، يعني احنا بيناتنا يكون تعاون، يعني واحد يقدر الثاني. انت بس هذا الشيء ما موجود، بعض الفنانين ما موجود عندهم هذا، ما عندهم الروح الرياضيه، ما عندهم الروح الرياضيه ويحسون بهاي الاحساس. لا انت اليوم جزء كبير من ظهورك انك تعدلين التاريخ المأخوذ عليك غلط والمعلومات المغلوطة والغير معروفة، أنت طالعة بنفسك تقولين هاي الأغاني إلي، تقولين أنه أني هيك بديت وهيك سويت. بلي. إذا قلت لك المايك إليك، شنو أهم إنجاز سويتي بحياتك الشخصية أو المهنية، شنو يكون أهم شيء إنجاز بحياتي؟ هو فني أكيد، يعني فني وتاريخي. أي والحمد لله مشيت مسيره حلوه واني طيبه مع كل الناس وكل جمهور يحبني ويحبوني يعني فعلا، واني محترمه نفسي يعني. صحيح. احكينا على منى بالبيت، شلون منى بالبيت، شلون وضعك، شو تسوين بالبيت، شلون تقضين يومك، شنو اللي يسليك؟ يومي يعني بين اهلي وخواتي متواصله وياهم ويا العائله ويا بنتي ويا ابني بالبيت ويا بنات اختي، يعني ويحبون يعني انه دائما يسالوني منى لازم تتواصل، لازم شوف المطربين والمطربات يشجعوني. يلا والله شجعوني تقريبا من يعني من كم سنه، يعني قالوا لي ما يصير حرام يعني. شجعوك على هالظهور؟ اي والله الحمد لله. اي والله انا يعني قلت لك انا ما كنت ناويه من الاول. انت انسانه قلقه جدا ومتردده وحريصه جدا. عفية. فهاي عفية. يعني انا من نوع الحريصه، حريصه وملتزمه واستحي. ليش شفني بهالعمر بس استحي ومحترمه حالي يعني. تطبخين؟ ايه اطبخ. شنو الطبخه المشهوره بها؟ شنو اللي يعجبك او يخطر على بالك يعني؟ اتفنن بالاكل وطبعا معروفه بين اهلي ويعرفون اني شنو. وهوايه تعلموا من عندي يعني قبل ما تتطور هاي الامور والعالم تتعلم على. فاني من زمان طباخه من اني صغيره يعني، كانوا حتى يجون عندي طباخين معروفين بالبيت يطبخون واتعلم من عندهم يعني. كانوا اكو طباخين كانوا في وقتها يعني يطبخون عند الملوك، بس سبحان الله عندهم عمر طويل لانه انا التقيت بيهم يعني. غنيتي قبال ملوك ورؤساء او هيك شيء لو كنتي بعيده؟ لا غنيت الحمد لله قدام رؤساء وقتها وشخصيات الحمد لله. يصير نعرف احد منهم؟ واحد منهم اريد نعرف. لا لا هاي تعذرني بيها. ايش قد انت اليوم مثل الصندوق الاسود يعني اللي مليان اسرار ومليان خفايا ما حابه انه تطلع؟ ايش قد عندك اسرار؟ هوايه ايش قد ما تتوقع، بس انا مو من النوع اللي تحكين بيها. اكو ناس عزيزين علي ولهم سمعتهم مكانتهم، ما يصير انه اني اجيب سيرتهم او احكي، ما يطرهم، هاي خصوصيات يعني ما يصير، انا ما احب هذا الشيء. اكو غيري لا يتباهى ويحب يحكي ويقول، بس انا هذا الشيء ما احبه. خافيته لنفسك؟ اي اي. اسرار حلوه لو مو حلوه؟ اكو حلوه والانسان لازم يشوف الحلو والمو حلو والمر ويشوف كل شيء. انت كان احنا بشر الحلو يعني. اكثر بحياتك لو المر؟ الاثنين. الحلو وين والمر وين؟ يعني شلون تقول يعني بالوقت اللي راح مثلا الحلو وين والمر؟ يعني كل شيء في وقته كان حلو وكل شيء في وقته كان مر يعني. شوف يعني البشر كل شيء يشوف، خاصة أنا فنانة أقعد هواية حفلات ويعزموني وصير يعني مناسبات، فنشوف هواية يصدفنا يعني أشياء مر علينا. اليوم شنو ناقص حياتك اليوم حتى تكون مكتملة؟ شنو ناقصني؟ الحمد لله ما ناقصني، بس رحمة رب العالمين الحمد لله والشكر، ما عندي شيء يعني الحمد لله. الأمور زينة، الأمور طيبة ماديا ومعنويا والحمد لله والشكر. بس انا احب يعني حبيت اظهر نفسي باخر وقت يعني نقول عليه الحمد لله. ان شاء الله دائما يسلمك. عندنا فقره اخيره بالبرنامج اسمها اول مره، اوكي؟ راح اسالك على اسئله بس لا تحرجني بيها. لا لا ما بيها احراج، شويه بيها احراجات. يعني مثلا اول مره حبيتي شو وقت؟ حب مراهقه كان؟ طفوله؟ شنو؟ لا احنا المراهقة هذا ما يعتبر حب يعني، لانه الانسان في بداية حياته مو ناضج فهذا ما يعتبر حب. بس حبيت
يعني حب زواجة أبو بنتي. أول حب كان؟ أول حب. زين. أول واحد قال لك إنه صوتك حلو. منو كان؟ هواية. مو بس واحد. أول واحد. أول ما غنيت. أول ما غنيت والله يعني أنا قلت لك. يعني الوالد ممكن يكون من العائلة. يعني من عائلتي مثلاً. عائلتي. كلها. كلها. أول معجب عرفك ورا ما أنت معتزلة مثلاً شافك بمكان وقال لك مو أنت فلانة يصيرون يشبهون عليك؟ إيه. شلون تتصرفين؟ أنا وين شايفك هذا الشكل مو غريب علي؟ شو تقولين تكذبين تقولهم لا مو؟ إيه في وقتها لأن معتزلة فحبيت إنه أني يعني أخلي الموضوع ما حد يعرفه خلاص يعني. أكو حد لحى شوية يعني كان دمه ثقيل ولا أنت؟ أكو أذكياء سبحان الله أبداً على الملابس شكل بس عرفني شعر. متهم الشامات فاضحتك. فاضحتني هاي. يعني أربع شامات يعني. هواية هواية. يعني واحدة صدفة بس مو أربعة. هواية. زين. أول دولة سافرتي لها بحياتك؟ وقلت لك أول دولة وأنا صغيرة بال79 الإمارات. الإمارات رأس الخيمة أنا والدي. أنت رحتي لأمريكا رحتي هجرة لو حفلات نسيت شنو كان؟ لا رحت لأمريكا في وقتها بال88 يوم 88 يوم وقف إطلاق النار العراقية والإيرانية. كان في وقتها وفرحانين وكانت السفارة موجودة الأمريكية ورحنا على حساب وزارة الثقافة والإعلام وسافرنا وأحيانا حفلات هناك وبقيت حوالي 3 أشهر تقريبا. كانت عندي بنتي صغيرة يعني عمرها أقل السنة وظليت يعني هناك بقينا وياي إحنا ومجموعة من الفنانين عازفين والله يذكره بالخير وسلامي إلى الفنان الكبير رضا الخياط وبعض مطربين بعد ويعني كانت فرقة مجموعة. متكاملة في وقتها. زين. أيه. أول كذبة كذبتيها بحياتك تتذكريها؟ أتذكرها هواية أكذب لحد هاللحظة بس كذبات بيضة يعني بسيطة كلش. أنت طفلة وكحة عموما وهيك لا كلش هادئة. ما أحب المشاكل يعني وهادئة جدا صح أصير عصبية بس قلبه طيب يعني ما بينها عصبية أبد يعني لا لا ما بينها بس عصبيتي بسيطة يعني الحمد لله يعني. زين أول جلسة تصوير سويتيها كفنانة تذكريها من رحتي يا مصور بروفيشنال أتذكرها أي وين شو لبستي بيها احكي لنا والله في وقتها يعني قلت لك قبل 97 يعني دا احكي لك 88 89 العفو ديوان الريف كان على الربابة غنيت سواحلي وعتابة هذا أول تصوير إلي وكنت يعني شوية مرتبكة هاي أول تصوير أغنية وما أول مرة يعني إيه زين أول أجر أخذتيش قد كان والله بالنسبة لأجور يعني صراحة ما أتذكر بس كان في وقتها يعني إحنا بسيطة الأجور بسيطة كلش وإحنا الناس اللي نروح لهم صراحة أنا من النوع اللي ما أقول لهم هالقيد وبكتها وهذا لأنه إحنا رايحين ناس يكرمون ويكفون وما يقصرون معنا يعني الصراحة وأكو بعضهم لا يعني طبعاً هسا حالياً الأمور بهذا الوقت اختلفت عن قبل طبعاً يعني. وصارت أرقام صارت أرقام واختلف الوضع يعني أنا كلش فرحان اليوم حياتي أنا أكثر من سعيد لأن أريد أقول لك إنه هاي الحلقة هي حلقة بالأحلام كانت بالنسبة حياتي. لي حياتي سلمك أشكرك إنه خيتيها تصير وأشكرك إنه كنتي عد كلمتك وظهرتي وياي بعد ما وعدتيني وأتمنى تكوني من ندمتي لا 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 بالعكس أنا فرحانة ومستانسة يا ربي وجداً جداً مستانسة بهاي الحلقة الحلوة والجوه الحلوة الطيبين وأشكر الكادر الموجود ما قصروا والفرقة الموسيقية وأنت أحلى مذيع وأحلى علامي شكراً وإن شاء الله يا رب الله يعود علينا وعليكم بالخير يا ربي شنو أمنياتك للسنة اللي الجاية يعني أمنية شخصية وعامة ها الحمد لله أهم شيء عندنا يا ربي يكون بلدنا بأمان ويعيم على الأمة العربية كلها يا ربي والاستقرار والأمان يا ربي ويكون
نكون احنا مرتاحين يعني الحمد لله والشكر. هاي الأمنية صار لنا سنين نتمناها ان شاء الله. يعني احنا نقول تتحقق. يعني احنا امنا بالله الكبير. صحيح. فش نقول ما عندنا غير الله. امين. مو ما اكو أمنية ما صار بينا احنا ما عندنا غير الله. ايه. امنية شخصية اكو؟ والله امنية شخصية انه كل واحد يعني يتمنى السعادة والراحة والستر والعافية أهم شيء الحمد لله، وأريد الأحسن طبعاً أكيد وللتقدم أكثر. أنا راح أتمنى لك أن تكون عودة قوية وبدايتها من هاي الحلقة. حياتي شكراً حياتي جزيلاً ست. شكراً وأحبك هواية وشكراً هواية. حبيبي حبيبي ويسلمك يا روحي. شكراً يسلمك جزيلاً. كلمة أخيرة لجمهورك اللي خبصاني بيك. شكراً حياتي شكراً لكم شكراً. كلمة لجمهورك أريد. جمهوري رسالة. اي هاي كاميرتك وانت حياتي جمهوري احبكم الله احبكم ورجعت لكم من بعد غياب طويل وفرحانه جدا ان شاء الله وراح تشوفوني بعمل جديد وبعد وبعد والاكثر حبايبي واتمنى لكم يا ربي السعاده وشكرا لكم شكرا شكرا جزيلا شكرا حياتي شكرا جزيلا شكرا. وكل عام وانتم بخير واترككم باغنيه ختاميه ويا ست منى راح تشعل بها الجو تصبحون على ألف خير وانتظرون الأسبوع الجاي حياتي حياتي
جديد